على أرضية هذا الميدان. ينطلق الجميع، نسير مع الكل، نتابع القادمين، نتابع المنطلقين، والمركز الأول. يا سلام يا سلام، هي اختلاف على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سالم بن حمد بن نهيان العامري، بينما المركز الثاني هي قسطرة على المركز الثاني لجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير مضمرها، والمركز الثالث التبر، التبر في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسعيد بن راشد بن حمد بن غدير أيضا يضمرها، بينما المركز الرابع يا سلام على كلاسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بن عرتي الحميري يضمرها، والمركز الخامس هنا تظهر في هذه اللحظة هي تبوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع عبد الله بن ثعيلب الهاجري، وسادس المراكز بداية على المركز السادس لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما على المركز السابع تظهر الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وحمد بن سهيل بن نهيان العامري يضمرها، وفي المركز الثامن هنا دخول الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع حمد بن سهيل بن نهيان العامري، وعلى المركز التاسع هذه الانطلاقة من في لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن راشد بن حمد بن غدير في التضمير، والمركز العاشر وجود غيارة في المركز العاشر لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير أيضا في التضمير. ما شاء الله سرعة الأداء وانطلاقة هذا الشوط ومسار هذه البداية التي تعلن هذا الاندفاع كما نتابع في هذا المسار. الله 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 الله، الكل بدأ يذهب مع هذه اللحظة مع المقدمة مع الاندفاع القوي والمثير والصدارة، لا تزال على المركز الأول وقائدة هذه الانطلاقة كما بدأ في هذا الشوط هي اختلاف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري الذي ينطلق أيضا في هذا التحدي وفي هذا المسار مع وجود هذه المقدمة واختلاف. المركز الثاني تقدمت التبر في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، وقادمة غيارة على المركز الثالث لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، وفي المركز الرابع تليها الفايزة أيضا لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، وهناك في المركز الخامس العاصفة أيضا تدفع بقسطرة مع الواثق في هذا التحدي، والمركز السادس بدأت الصايحة تظهر في المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن محمد بن مروشد. هذه الأسماء والكيلومتر الأخير ينتظر القادمين، ينتظر المنطلقين. الله الله الله، الكل بدأ الآن يحدد مساره، بدأت الإشارات، بدأت المنافسات، بدأت أيضا الانطلاقات على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله وتبارك الله، إذن هنا البداية، هنا المسار. شوف التغيير على المقدمة السايحة، بدأت في جولة سياحية في هذه اللحظة إلى المركز الأول، ولكن غيارة غيارة أيضا تبحث عن مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة في المقدمة وفي الصدارة، تليها على المركز الثالث انطلاقة التبر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سعيد بن راشد بن حمد بن غدير في هذه المنافسة والثلاثية. هنا تقود المقدمة وغيارة غيرت الموقع، طارت إلى المركز الأول، طارت إلى المنافسة الأولى، غيارة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير اللي بدأ يحرك غيارة، ينطلق مع غيارة يبحث أيضا عن جولة رئيسية أولى تحمل عنوان وشعار العاصفة في هذه المنافسة، بينما الصايح على المركز الثاني محاولات قائمة أيضا في المركز الثاني للصايح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب مع سعيد بن محمد بن مروشد، منافسة ثنائية، غيارة ولا صايح، غيارة ولا صايح، تنافس ثنائي، الكل ينتظر لحظات النهاية من يصل أولا. هي غيارة، هي غيارة السايحة، غيارة السايحة، غيارة وغيارة، انطلع انتابع المراكز، منافسة ما شاء الله وتبارك الله كما بدأت في هذه اللحظات. الله 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 الله، المركز الثالث التبر في المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وفي المركز الرابع هي اختلاف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس عودة إلى بيئة قسطرة لهجن العاصفة. هذه اللحظة التي تعلن هذا الاندفاع وتعلن هذا المسار. ما شاء الله، نشوف المقدمة ونعود مع الصدارة في التنافس الثنائي. السايحة إذن هي صاحبة المركز الأول، لو لاحظنا أيضا بدخول
هي الصايحة أيضا تهرينا من خلال توقيت 6:05:08 من الأجزاء من الثانية أيضا تهرينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المقدوم. تهرينا الصعيد بن محمد بن مروشد في هذا الأداء بينما المركز الثاني كانت هنا في المركز الثاني أيضا بنفس التوقيت هي غيارة لهجن العاصفة 6:05:08 من الأجزاء من الثاني. والمركز الثالث تواجدت التبرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم 6:08 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة